يقول: هل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ لا، البدع كلها سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس في البدع شيء حسن، بل هي كلها ضلالة، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وين اللي يقول لا، ما هو بكل بدعة ضلالة؟ يخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.